اقسم بالله 30 ثانيه يا جماعه، اداهم اداها الرخصه واداها الكارت بتاع مش عارف ايه اللي معاه ده بتاع العربيه، اللي هو الورق ده بتاع العربيه، راحت داخله جايبه نمر جديده مديها له شكرا جدا وهيدفع دلوقتي وشكرا السلام عليكم. If I come to her and I give her 100 euros and tell her, hey, make it faster, please. Now she make it faster. Then she say, just a moment. Then she call police. Yeah. They pick you up and finish. لو دفعت رشوه هنا 10 سكندز يقول لك لو دفعت رشوه هنا في 10 ثواني بوليس هيجي هيقبض عليك وخلصت يا باشا. So you don't pay like money like corruption. No. تخيل نفسك شاري سيارة عادية من دولة عربية واخدها لوحدة تراخيص العربيات في مرور دولة عربية تانية عشان ترخصها وتطلع لها نمر، ومش بس كده، لا ده انت كمان عايز تخليها تاكسي وتطلع لها ترخيص تاكسي. ده اللي احنا رايحين نعمله في وحدة تراخيص العربيات في مرور ليشتنشتاين ونصوره لكم عشان تعرفوا يعني ايه أكتر دولة مرفهة في العالم، ويعني إيه دولة بتعمل كل حاجة ممكنة عشان خاطر تريح شعبها. أهلا بكم كلكم في فيديو جديد. النهاردة هنعرف بطريقة بسيطة جدا مع دانيال صديقي إزاي هنا في ليشتنشتاين بيرخصوا العربيات. انت جايب عربيه جديده عايز ترخصها، عايز تجيب لها نمر وتجيب لها كل حاجه، هنا بيعملوها ازاي؟ So you got this new car today. I bought it in Switzerland. Okay, so for my company. Okay, and you get it here. I get it here with a 24 hours number from Switzerland. So this number is not the car's number, it's just 24 hours. It's just 24 hours, it's not like permanent number. هنا الرقم ده هو شاري العربية دي من سويسرا النهاردة حاطط لها رقم مؤقت هو لمدة 24 ساعة and then you need to get now I need to get black Liechtenstein number okay. or the permanent number that is be a taxi in okay. So not just also normal car to be even a taxi. To be even a taxi. So it should be same like it's the same black like the other cars. Yes. But in the paper standing you are a taxi. Taxi. يا جماعة مش بس ترخيص العربيات العادية، ترخيص التاكسي اللي هو أصعب كمان جدا من العربيات العادية. وشوف بقى البروسيدر هتاخد وقت قد إيه. So it will take how many days? Days. Yes. It not how many hours? Hours? Not hours. Not hours. Not days. Two maximum 3 minutes. Finish. What? You will see it. 2 minutes to change this. Two minutes. Maybe three, but maximum. Three. Maybe three. هيرخص تاكسي في ليشتنشتاين يقول لك دقيقتين او ماكسيموم ثلاثة. If Are you sure? All papers together, it's all okay. 2 minutes. Yeah. أنا يعني تعالوا نشوف مع بعض إزاي هيخلص ويجيب الرخصة بتاعته في دقيقتين فقط لا غير. هنروح وحدة التراخيص هنا في ليشتنشتاين، تعالوا نشوفها عاملة إزاي. وحدة التراخيص يا جماعة. Now we must take a ticket here. Okay. My dog ticket. Okay. And here you can choose for the take a new number plate, take your driver license, or have taken technical. بتدخل هنا بتختار تيكت من الحاجات بيقول لك عايز تاخد ارقام جديده العربيه عايز تاخد رخصه قياده واو. Wow. Wow. So احنا احنا اللي جايه هم شايفين هناك في رقم 76 سوري 67 احنا رقم 68 اتس يو جا الوقت جا الرقم بتاعنا يلا هنلاقي رقم 68 ندخل لسي هو شايف بينوروها الرقم بيتنور و هنبتدي نعد الدقيقتين اللي بيقولوا عليهم جماعة في أقل من it's not even 2 minutes man it's much less you just gave her the thing but better she gave you more than I lie so 30 ثانية ب 30 ثانية so you gave her what and then you get what I give her my information, the papers from the new car. Okay. Then they must have from the insurance and document that's coming before per email. Okay. And now she does her work, give me a new letter, give me a new number, and then it's finished. That's it. اقسم بالله 30 ثانية يا جماعة، اداها الرخصة واداها الكارت بتاع مش عارف ايه اللي معاه ده بتاع العربية اللي هو الورق ده بتاع العربية، راحت داخلة جايبة نمر جديدة مديها له شكرا جدا وهيدفع دلوقتي وشكرا السلام عليكم. واو
اوكي In 40 seconds. 40 ثانية يا جماعة. 10 ثواني متأخرين. This is a paper for the car and this is a sign from Liechtenstein. شفتوا يا جماعة دي الساين اللي بيحطوه على العربية عشان خاطر تبين ان هي من إمارة ليشنشتاين ودي البليتس تنان تنان واحدة كبيرة وواحدة صغيرة والرخصة. والرخصة بتاعت السواقة لما عشان لو بليس وقفنا 40 seconds yes less than 2 minutes yes شايفين اقل من دقيقتين يا رجالة والله انا ما مصدق اقسم بالله العظيم ما مصدق it's very clean it's very fast it's beautiful what the hell والروح if you have all papers together you get it And now we put it on the car. Yeah, direct and my car is. تعال نروح نحط الرخص دي على او النمر دي على العربية وهتبقى تاكسي. Follow us. So I want to ask you a question. بس نسأله سؤال وإحنا طالعين من المجمع العظيم ده. Did you pay her any money? No, I get her invoice. No, like here you don't give him some money to make it fast. Nothing. No. For what? If you make this, you go in jail. Really? What's happened? سألنا تعال بس يا عم تعال. No chance. You don't give her like 50 euros, 100 euros, and tell her please make it fast. She don't know me, no. She don't know you, كمان. جماعة هنا ما ينفعش ان هو اصلا ما يعرفهاش وبيقول لك لو انا so if I give her if I come to her and I give her 100 euros and tell her hey make it faster please yeah, she make it faster then she say just a moment then she call police yeah. they pick you up and finish then لو دفعت رشوة هنا 10 seconds يقول لك لو دفعت رشوة هنا في 10 ثواني بوليس هيجي هيقبض عليك وخلصت يا باشا so you don't pay you don't pay like money like corruption no possible If you do this one time, you do it the last time. Believe me. يقول لك لو عملتها مرة واحدة تدفع رشوة مرة واحدة أي فساد هنا مرة واحدة هي المرة الأخيرة لأن هي مرة مش هتحصل تاني كنت هتكون مسجون. So all this fast and stuff without paying. No. يا جماعة بجد صحيح سبحان الله. البلاد اللي ما فيهاش فساد دي حاجة نعمة من ربنا يعني بجد البلاد اللي ما فيهاش فساد دي يعني بيسموها إيه رزق من الله. Yeah, it's perfect and it's a good nice number. I'm happy. واو and it have 77 اه الرقم فيه 77 عشان الرقم المفضل yes my number also دي كانت حلقتنا ورحلتنا مع وحدة تراخيص العربيات هنا في ليشنشتاين تنسوش تعملوا لايك وشير وتابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك هاجاجوفيتش تعملوا فولو صفحتنا الرسمية على اليوتيوب هاجاجوفيتش تعملوا سبسكرايب فعلوا الجرس عشان خاطر يوصلوكوا فيديوهاتنا جديدة اول باول صفحتي على الانستجرام هاجاجوفيتش فيها صور فيديوهات حصرية مش موجودة في اي حتة تانية اشوفكم على خير باذن الله في حتة تانية كتيرة جدا والعربية دي بقت خلاص رسمي تاكسي في ليشنشتاين يلا بينا سلام